يا جماعه، انا صارت معي شغله بالبيت وحابب منكم اياها. تفضل تفضل. يا جماعه، مثل ما بتعرفوا نحن تربينا على الاخلاق الفاضله والعادات الحميده، وتعلمنا انه نقول كلمه الحق ولو على رقابنا وما نحيد عن طريق الصواب باذن الله. بس انا صلي فتره عم بسمع همز ولمز، مشان هيك قلت لاجمعكم واحكي لكم كل اللي صار. بيوم من الايام ابني صافر فايت على البيت، والله يهديه فات بدون ما يستاذن وبدون ما يعمل مثل ما تربينا ومثل عوايدنا ويقول يلا او دستور. وبالصدفه انكشفت عليه البنت اللي بتشتغل عندنا، وربي شهيد اني بعاملها مثل بنتي واعز، فصار لزاما علي اني جوزه اياها. انا بعرف انه الشغله اللي صارت شغله بسيطه ومو كثير كبيره، بس انا بدي اعمل هيك مشان ما يفسد الجيل ويفسد الجيل اللي بعده ويضيع اللي تربينا عليه وتضيع اخلاقنا وعوايدنا. بس يشهد علي ربي لو ظافر مقرب على البنت او ناكشة بهيك لاشخته على البلوعة واحسب الله ما خلق. الله يبارك فيك يا ابو ظافر، الله يبارك فيك وبيصلك. تسلموا، الله محييكم. انا صعيد لما طلعت من الحارة طلعت فقير، وابي الله يرحمه كان يشتغل عند ابوه لابو حاتم صبي قوي، بس كان مشد له باخلاقه وكباريت الحارة بيعرفوا هالشي وبياكلوا. ايه والله، وانا بشهد على هذا الشيء. مشان هيك معيدكم بدنا نروح كلنا جاهة لنخطب هالبنت لابني صافي، لاني انا بكبر فيكم يا جماعة. وبالواجهة لعيونك قصير ابن اصول. عداك العيب يا ابو صافي، طول عمرك رجال. الله يديمكم. شو شيخي، تكلنا على الله؟ ان شاء الله اليوم بالليل منروح منقوم الواجب. الله يكبر واجبكم ويخلينا اياكم، وبرجع بقول لكم اياها انا بكبر فيكم.